إن الألباني رحمه الله عثرت على كلام له في الضعيفة يعلق على حديث موضوع، فقال إن هذا الحديث يتعارض مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه. قال: فهذا الحديث يفيد بأن روح النبي عليه الصلاة والسلام مفارقة لبدنه، ويتعارض مع هذا الحديث الذي هو: ما مات نبي إلا ردت عليه روحه بعد 40 صباحا. فيقول: حصل التعارض هنا، فمن غير المعقول أن ترد روحه في الحديث الصحيح والحديث الآخر أن روحه ترد إليه بعد 40 صباحا، فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الحديث لا يصح، لأنه معارض للحديث الصحيح: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه، ولم يذكر أقوال من سبق. فهذا يفيد بأن الألباني رحمه الله أخذ بظاهر الحديث، وهذا ما يؤيد ما ذكرته من أن هذه أمور غيبية لا ندرك كلها، فنبقى على النص.